مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في المواقع المحلية من الصحوة نت، وفاة تاجر تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي بالحديدة. وفي الاشتراك نت، تسيير رحلة ترفيهية في مأرب لأطفال قاتلوا مع الحوثيين. وفي الأخبار المنوعة، عروس تنقذ زوجها بعد سقوطه في بركان في أول أيام شهر العسل. أكثر شيء تريده ميليشيا الحوثي هو المال، ومعظم معاركها تدور حول الحصول على الأموال. ووفقاً لموقع إخباري، الحوثيون يرفعون رسوم النشر الخاصة بمسائل الملكية الفكرية في اليمن. وقال الموقع بوست، سلطات جماعة الحوثي في صنعاء رفعت رسوم النشر لجميع طلبات الملكية الفكرية المتضمنة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. ووفقا للموقع، تتضمن الرسوم الجديدة دفع مبالغ مالية مقابل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والتجديدات، وكذلك تسجيلها بما في ذلك الطلبات المعلقة وجميع التطبيقات الجديدة. وطبقا للموقع، فقد كانت آخر مرة جرى فيها رفع الرسوم في هذا الجانب في سبتمبر من العام 2011. وفي الاشتراك نت، تحاول مؤسسات مجتمع مدني في مناطق سيطرة الشرعية إعادة الطفولة إلى الصغار الذين قاتلوا في صفوف ميليشيا الحوثي. وعنون موقع الاشتراك نت، تسيير رحلة ترفيهية لأطفال مجندين إلى أماكن تاريخية في مأرب. وقال الموقع إن مؤسسة وثاق للتوجه المدني نفذت رحلة ترفيهية إلى أماكن تاريخية وسياحية في محافظة مأرب للأطفال ضمن مشروع إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا. وتهدف الرحلة إلى ترفيه الأطفال وتعريفهم بالأماكن التاريخية والحضارية، إضافة إلى اللعب في مساحات مفتوحة والتي تساعدهم على التفريغ النفسي وتخفيف من صدمات الحرب المؤلمة. ووفقا للموقع، فإن الرحلات تشمل معبد أوام وعرش بلقيس وسد مأرب القديم والحديث، إضافة إلى قنوات الري. وتعد هذه الدورة الثالثة في المرحلة 19 والتي يخضع فيها 26 طفلا مجندا ومتأثرا بالحرب لتأهيل نفسي واجتماعي. نظرا أو الحوثيون ونهب مرتبات الموظفين، تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا فيه، يحصل الحوثيون باعترافهم للأمم المتحدة على أكثر من 400 مليار شهرياً ضرائب كبار المكلفين فقط، وهذا الأمر مدون في وثائق البنك المركزي بصنعاء، وأشارت إليه الباحثة إيلانا ديلوزي في دراسة بحثية نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. وللتأكيد، هذا الرقم هو إجمالي ما يحصل عليه الحوثيون من كبار المكلفين فقط دون ضرائب العقارات والمهن الحرة ورسوم الجمارك على مداخل المدن والمجهود الحربي والزكاة والجبايات الأخرى التي يأخذونها من الناس بالترهيب والقوة ونهب المساعدات التي تقدر بملايين الدولارات. وربما إذا أضفنا الدعم المالي الذي يصل له من إيران والجماعات الشيعية في أنحاء العالم، فنحن نتحدث عن مبالغ خيالية يستطيعون بواسطتها تسليم رواتب الموظفين في أنحاء اليمن مضاعفة 3 مرات وليس راتباً واحداً شهرياً. لجأ الحوثيون لتقديم مبادرة قالوا أنهم سيخصصون حساباً بالبنك لأجل المرتبات، لإيهام المحرومين من المرتبات في مناطق سيطرتهم بأنهم حريصون على توفير مرتباتهم، وأنهم يقدمون مبادرات للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لحل المشكلة، لكن الأخيرة ترفض هذه المبادرات، وبالتالي فهي المسؤولة عن تجويع اليمنيين، كما أنها المبادرة ردة فعل على قرار الحكومة اليمنية بحصر شراء المشتقات النفطية عبر مصافي عدن، والذي يحرم الحوثيين جزءاً من الأموال التي كانوا يحصلون عليها من ميناء الحديدة. وفي الوقت الذي تشهد فيه الميليشيات الحوثية طفرة مالية نظراً للأموال الطائرة التي تتحصل عليها من أوعية مالية مختلفة من الداخل والخارج
تواجه الحكومة اليمنية تحديات مالية كبيرة ومتعددة قد تجعلها غير قادرة على تسليم المرتبات خلال الفترة القادمة بحسب اقتصاديين. مع ذلك وبحسب تقرير حكومي اطلعت عليه قبل أيام، فإن الحكومة اليمنية تصرف رواتب أكثر من 63% من إجمالي عدد الموظفين الحكوميين المدنيين بعدما بدأت بتحويل مرتبات بعض الجهات الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين منذ يناير كانون الثاني 2019. أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف تاجر من محافظة الحديدة وتعذيبه حتى الموت ونهب أمواله. وعنون موقع الصحوانت وفاة تاجر تحت التعذيب في سجون الحوثي بالحديدة بعد اختطافه ونهب أمواله. وقالت مصادر محلية للصحوانت إن المشرف الحوثي الملقب أبو جهاد والقادم من مدينة المحويت قام باختطاف رجل أعمال في الحديدة وسجنه وتعذيبه حتى الموت بعد نهب مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين إلى جانب نهب سيارتين تابعتين للتاجر. وأضافت المصادر أن المشرف الحوثي ومعاونيه تمكنوا من نقل المبالغ المالية والسيارات التي نهبوها إلى منطقة نائية في عزلة عجامة بالمحويت. وأكدت المصادر أنه تم استعادة جزء بسيط من الأموال والمقدرة بأكثر من 15 مليون ريال. في عدن لانغ، السلطات في محافظة لحج تواجه أبرز التحديات بعد إقدامها على اتخاذ قرار من شأنه الإسهام في تطوير التنمية والاستثمار بالمحافظة. وعنوان موقع عدن لانغ، اللجنة الأمنية في لحج تقر منع حمل السلاح وتتوعد الهاربين من وجه العدالة. وقال مسؤول أمني في محافظة لحج إنه بموجب قرار من محافظ المحافظة اللواء ركن عبد الله تركي ومدير أمن المحافظة اللواء صالح السيد واللجنة الأمنية أيضا، فقد تم التعميم على منع حمل السلاح أو حركة الدوريات المسلحة والعسكرية غير الموكل إليها مهام أمنية. وأكد المصدر أن القوات الأمنية ستتعامل مع كل من يخالف التوجيهات الصادرة بحزم وقوة، مضيفا أن هذا القرار جاء بهدف الحفاظ على الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية وتعزيز الحالة الأمنية الإيجابية في المحافظة. وأضاف المصدر بأن اللجنة الأمنية تحذر كل من تسول له نفسه المساسة بأمن المحافظة، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة الهاربين من وجه العدالة والجنى وتحملهم مسؤولية المواجهات في أي مكان. دفاع عن الوجود العربي والإنساني، تحت هذا العنوان كتب إبراهيم أبو هشهش مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. ليس هناك وطن عربي، بل هناك سجن عربي كبير، ولا يوجد جامعة يمكن أن يمارس فيها المثقف حريته الفكرية بسبب الإكراهات السياسية أو الإكراهات الاجتماعية، وأصبح يميل إلى العزلة وليس له مساس مباشر بالواقع أو ينتمي إليه حتى يكون له تأثير إيجابي. والإعلام ساهم في خلق وهم ومغالطة تسويق المبدع بوصفه مثقفا يعلق على الشأن العام. من جهة أخرى، لا أعتقد أن المثقف الحقيقي يقتصر همه على منطقة عربية واحدة، لأن الثقافة العربية ذات حضور أساسي والتداخل بين المجتمعات العربية كبير، ولا يمكن فصل أي مجتمع عن آخر إلا إذا كان المثقف ينطلق من منطلق إقليمي أو يتبع جهة، لأن مصلحته من مصلحة فلسطين، وهي مصلحة لكل العرب والعالم الثالث والإنسان الحر في أي مكان. ومناصرة فلسطين ليست منة من أي أحد لفلسطين، بل دفاع عن الوجود العربي والإنساني. نجح الاستعمار الأوروبي في تفكيك الرموز والبنية الثقافية في مستعمراته، خلف لي ما حدث في العالم العربي حيث كان نجاحه جزئيا، فقد قام المشروع الصهيوني على الإحلال من خلال جريمة تأسيسية كبرى، لكنها لم تنجح بشكل مطلق كما حصل في أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة. كما كان هناك فارق تكنولوجي كبير بين الشعوب الأصلية والمستعمر في تلك البلدان، وكانت محصورة وجرى الاستفراد بهم، لكنهم عندما جاءوا إلى فلسطين ورغم تفوقهم بسبب انتماءاتهم إلى دول متفوقة مثل الإمبراطورية النمساوية والروسية وألمانيا وغيرها من البلدان الأوروبية، فإن الفلسطيني لم يكن يعيش في التخلف والظلمات، واستطاعت الديمغرافية العربية والإسلامية إعاقة المشروع الصهيوني وحصره خلف الجدار العازل. اعتبرت مجلة The National Interest الأمريكية اليمن منطقة اختبار للجمهورية الإيرانية، حيث يبحث حلفاء الولايات المتحدة عن السلام في البلاد التي تتواصل فيها الحرب منذ 5 سنوات.
وقالت الصحيفة وفقا لترجمة يمن مونيتور: تدعم إيران جماعة الحوثي في اليمن وهي الطرف الرئيس في اندلاع الحرب واستمرارها حيث سيطرت على السلطة والدولة في 2014 لتقاتل الحكومة الشرعية التي استعانت بتحالف عربي تقوده السعودية. وكتب أحمد شراعي وهو باحث مغربي يعمل في مركز بحوث أمريكي التحليل على موقع المجلة الأمريكية وقال: إذا كانت إيران تستوعب غصن الزيتون في صنعاء فمن الممكن أن تنهي مفاوضات مستقبلية صراعاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف: يبحث حلفاء أمريكا عن السلام في اليمن، والسؤال الكبير هو هل ستنتهز إيران هذه الفرصة لإنهاء حربها في أكثر أراضي العالم العربي يأساً؟ وأشار الكاتب إلى أن اليمن التي تقع على الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية ويبلغ عدد اللاجئين في الداخل أكثر من أي دولة على وجه الأرض، حيث تم إجبار أكثر من ربع سكانها على النزوح من ديارهم بسبب الحرب التي يقودها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية وحلفائها. وتتابع الصحيفة: إذا نظرت إيران إلى الخطوة الإماراتية الجريئة من أجل السلام كفرصة للاستيلاء على المزيد من الأراضي في اليمن، فإن العرب المحاصرين في نيران طموحاتها سيواجهون سنوات من البؤس. في لوموند كشفت صحيفة فرنسية ترجمت خصيصا لقناة بلقيس عن مضمون رسالة وجهها دونالد ترامب إلى الكونغرس، والتي بموجبها استخدم الرئيس حق الفيتو ضد قرارات الكونغرس التي تمنع بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وقال ترامب: هذه القرارات ستضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا وتقوض العلاقة المهمة التي تربطنا بحلفائنا وشركائنا. وأضاف: إنهم سيقوضون مصداقية الولايات المتحدة كشريك موثوق به عن طريق إرسال رسالة مفادها أننا مستعدون للتخلي عن شركائنا وحلفائنا حينما تتزايد التهديدات عليهم. وطبقا لصحيفة لوموند، تعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حصنا منيعا ضد الأنشطة التخريبية التي تقوم بها إيران وشركاؤها في المنطقة. ومبيعات الأسلحة التي يحضرها الكونغرس ستزيد من قدرات هاتين الدولتين الحليفتين لمنع هذه التهديدات والدفاع ضدهم. وأضاف: لهذه الأسباب من واجبه إحالة هذه القرارات إلى مجلس الشيوخ دون موافقته. الشرطي أم التاجر؟ مزاد أمريكي لبيع مضيق هرمز. هذا هو عنوان افتتاحية صحيفة القدس العربي، وقد جاء في بعض من فقراتها. شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية أن تلعب بلاده دورا في حماية ناقلات النفط بمضيق هرمز، قائلا إن تواجد قوات بلاده في تلك المنطقة يفيد الدول الغنية. يتجاهل الرئيس الأمريكي أيضا أن تأمين منطقة الخليج العربي التي تمر عبر مياهها نصف الإمدادات النفطية في العالم هو من مهام الأصول الأمريكي الخامس الذي مقره البحرين. وإذا كانت هذه المهمة جزئيا لأن كمية كبيرة من النفط كانت تتوجه إلى أمريكا، فإنها تتعلق فعليا بكون الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على البحار والمحيطات، وأن هذه المهمة التي حصلت عليها القوة والضغط على القوى الكبرى السابقة وبينها بريطانيا هي لضمان الحركة العسكرية للقوات الأمريكية عبر العالم، وكذلك للضغط السياسي والاقتصادي، وهو ما يساهم في تأكيد السيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية الأمريكية في العالم. فلو كان الأمر يتعلق بالنفط فحسب، فلماذا تضغط قوات أمريكا البحرية لمنع الصين من السيطرة على بحر الصين؟ وإذا كان الأمر لتوفير الموارد، فلماذا لا يسحب ترامب قواته من بحر الصين أو من قواعده المنتشرة في أوروبا وآسيا والمحيطين الأطلسي والهادي؟ حاولت إدارة ترامب في حزيران يونيو الماضي تدشين مهمة دولية لحماية الملاحة في الخليج أثناء اجتماع وزراء دفاع دول حلف الشمال الأطلسي، وهو ما قوبل برفض أوروبي. يحاول ترامب منذ دخوله البيت الأبيض استبدال عقيدة الجيش الأمريكي بتحويله من شرطي العالم إلى تاجر متعهد يريد الحصول على أسعار أرخص، وهي عقلية قد تنجح في إنجاز صفقات العقارات وأساليب التهرب من الضرائب، ولكنها ليست من الأركان التي تبنى عليها الأمم عموما وأمريكا خصوصا. يتعافى شاب حديث الزواج في مستشفى الولايات المتحدة إثر سقوطه في بركان خامد أثناء شهر العسل وقيام زوجته بإنقاذه. وقد تصدر هذا الحدث موقع الأخبار الدولية، وعنونت شبكة البي بي سي: عروس تنقذ زوجها بعد سقوطه في بركان في أول أيام شهر العسل.
وأصيب كلاري تشاستين بكسور في الجمجمة أثناء التنزه على جزيرة سانت كيتس في البحر الكاريبي، وتشبثت زوجته كايمي بالصخور المحيطة بالبركان للهبوط حتى تتمكن من إنقاذه. وقال الزوج لشبكة سي بي إس التلفزيونية: تمكنها من حملي في الطريق الطويل أسفل البركان عندما كنت بالكاد أستطيع الوقوف أمر مذهل، ليس أقل من معجزة. وقد تفاعل الجمهور مع الحادث وبدأوا بجمع تبرعات لغرض العلاج، والتي وصلت إلى أكثر من 30,000 دولار، مما سمح للزوجين باستئجار طائرة طبية في ولاية فلوريدا. حظوظ. في الشرق الأوسط، أذهل جذع شجرة غير عادي 2 من الباحثين المعنيين في نيوزيلندا، حيث لا تزال هناك بقايا شجرة حية رغم أن جذورها ميتة. تحصل هذه الأجزاء على الماء والغذاء عبر وصلات لجذور بأشجار مجاورة، وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: الأشجار تسقي وتغذي بعضها بعضا. تبين من خلال القياسات التي قام بها الباحثان لنهر الماء داخل الجذع وفي الأشجار المجاورة أن الجذوع مرتبطة مع بعضها، حيث سار السائل خلال الجذع وبقوة، خاصة ليلا عندما كانت إمدادات الماء الواصلة للأشجار المجاورة أقل. وأوضح الباحثان أن وجود اتصالات بين الأشجار الحية من نوع واحد معروف بالفعل، ولكن هذه الحالة غير معتادة، ولولا هذه الاتصالات لمات الجذع. وتساءل الباحثان: ولكن ما مصلحة الأشجار الخضراء في أن تظل هذه الشجرة العجوز على قيد الحياة دون أن تقدم لهن شيئا؟ ورجع الباحثون أن هذه العلاقة كانت موجودة بالفعل قبل أن تفقد الشجرة أوراقها وفروعها، وأن وجود هذه الشجرة عمل على توسيع النظام الجذري للأشجار للمساهمة في تزويدها بالعناصر الغذائية والمائية. وظلت هذه العلاقة قائمة حتى بعد زوال الشجرة بحسب ما يعتقد الباحثان. فنياً، نطالع من صحيفة التايمز تقريراً لجاك مالفرن بعنوان سر ألوان ليوناردو، ويقول الكاتب: إن العلماء عرفوا أنهم على وشك اكتشاف الوصفة السرية التي استخدمها ليوناردو دافينشي في لوحاته عندما اشتموا رائحة الغابة بعد المطر. ويضيف الكاتب أن الاختبارات التي أجريت على لوحة امرأة التي توجد ضمن مقتنيات متحف أرميتاج في روسيا كشفت أن الألوان التي استخدمها الفنان تضم خليطاً سرياً من الزيوت. وقالت الصحيفة إن أحد أعضاء الفريق الذين حاولوا التوصل لمكونات الزيوت التي استخدمها في ألوانه قال إن الألوان تضم صفار البيض وزيت بذرة الكتان وزيت إكليل الجبل ومادة صمغية مستخرجة من أشجار الصنوبر، وأن الرائحة الإجمالية لهذه الزيوت تشبه رائحة الغابة وقت المطر. نظراً لأهمية المقال الذي كتبه جورج فريدمان، نواصل نشر مقتطفات من مقاله المنشور في صحيفة الغد بعنوان المعركة مع الماضي: من يعرف الماضي يتحكم في الحاضر والمستقبل. نتابع. كلنا نعيش في الماضي، نولد في مكان وزمان معينين لعائلة معينة تؤمن بأشياء معينة، وتتقاسم هذه الأشياء مع آخرين في المجتمع. وحتى لو أننا نرفض ماضينا، فإننا لا نستطيع أن نرفض البهجات والصدمات التي شكلتنا، ولا الإخفاقات والنجاحات والإحراجات والأعداء الذين واجهناهم نحن وعائلتنا. ولعل الشيء الوحيد الذي لا يمكن نسيانه هو ذكرياتنا عن الماضي، انتصاراتنا وهزائمنا وبطولتنا وجبننا. إننا لا نستطيع أن نتخيل أننا كنا شيئا غير ما كنا، وأن اللحظة الرهيبة التي تكشفت فيها طبيعتنا الحقيقية أمام العالم لم تحدث، لكن هذا محض وهم. إن ذكرياتنا ستظل دائما هناك، وسوف تظل تسعدنا أو تطاردنا بالهموم. تماما كما يحاول الناس تشكيل ذكريات الماضي، كذلك تفعل الأديان والأمم. عندما انتشرت المسيحية عبر أوروبا، فإنها لم تكن تسعى إلى هزيمة الوثنية فحسب، وإنما أرادت أن تمحو ذاكرة أوروبا عن الوثنية. وكانت المسيحية بعد كل شيء حركة سياسية أيضا، والتي حكمتها عقيدة البابا بونيفاس عن السيفين، واحد ديني وواحد سياسي. كانت الوثنية بديلا عن الدين، لكنها كانت هي أيضا حركة سياسية تهدد بمعاودة الظهور.
وسعت الكنيسة إلى محو ذاكرة الوثنية عن طريق استيعاب البعض منها ومسحنته وسحق البقية، وكانت الأهداف هي إنقاذ الوثنيين من الأكاذيب التي كان يتم تعليمهم إياها وكسر مصدر قوة العالم الوثني، ذكريات أتباعها عما كانوا فيه. وكان ذلك مثل ما هو الحال مع كل الانتصارات، بعيداً عن الكمال ما تزال ذكرى الوثنية تطارد أوروبا، وفي بعض الأحيان تنفجر وتظهر على السطح كما فعلت مع هتلر. المهاجرة الغواتيمالية ليدا بيريز تحتضن ابنها أنطوني أثناء الصلاة، وتطلب من أحد أفراد الحرس الوطني المكسيكي السماح لهما بالعبور إلى الولايات المتحدة. هذه هي الصورة الأولى في جولتنا من صحيفة الغارديان البريطانية، متابعة. ولرسامي الكاريكاتير وجهة نظرهم في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها، مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في حلقتنا لهذا اليوم. بهذه الرسوم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.